اذكر أشياء مهمة تسأل عنها عندما تريد شراء منزل. مظلة؟ خلينا نشوف. إذن هذا السؤال واضح. اذكر أشياء مهمة تسأل عنها عندما تريد شراء منزل. الجيران. الجار ثم الجار ثم الجار ثم الجار والجار موجود. نعم، والجار هو ثالث أفضل احتمال. خلينا نشوف إذا قدر أستاذ خالد يجاوبنا يأخذ احتمال أكثر. الواجهة، يعني المساحة. الواجهة، إيه، كمساحة واجهة. المساحة واجهة موجود. نعم، المساحة والواجهة هي كلها تدخل ضمن المساحة. إذن نروح ويا عائلة الطائي. تفضل أستاذ محمد، وخلينا نشوف عائلة الطائي. جيد. اذكر أشياء مهمة تسأل عنها عندما تريد شراء منزل. شو تقول أخ يوسف؟ السعر. ما هو سعر البيت؟ نعم، مضبوط، تمام. ونجي على الأخت شهد. شو تقولي الأخت شهد؟ واحد أيضا تقولي لنا فت شيء مهم. وقت. يلا. يعني إذا كان البيت ركن أو ما داخل. وقت. قديش وقت كان كافي أن تفكرين؟ والأستاذ إبراهيم شو تقول؟ أقول المكان أو المنطقة. المكان أو المنطقة. مكان البيت. المكان أو المنطقة. خلينا نشوف مكان البيت. نعم، صح. ونستمر بالسؤال إلى الأستاذ خالد. إذا اذكر لي شيء مهم تسأل به من خلاله عندما تريد تشتري منزل. حديث أم قديم مستعمل؟ الدار قديم أم حديث؟ عمر المنزل. صح. عمر البناء. نعم، باقي احتمالين. عندكم خطأ واحد. أخ يوسف شو تقول؟ خدمات المنزل. خلينا نشوف الخدمات. نعم، موجود الخدمات. وشهد شو تقول؟ نقول يعني الأمن بالمنطقة. أنه أنا ما أعرف الأمن يعني أمان المنزل، أنه مكانه أمين. أمان؟ إيه، أمان المنطقة. الأمن أو الأمان. خطأ. هاي صار خطأين. وفكروا وتناقشوا حول هذا الاحتمال الأخير اللي ممكن تأخذوه. ودير بالك الآن القرار بيدك. الخطأ يروح إلهم، ولازم تعرف حتى تأخذ الحلقة كلها. يلا اذكر لي شيء مهم تسأل عنه قد ما تريد شراء منزل. أسأل على صاحب البيت، حي ميت، حي عايش. السؤال عن صاحب الدار.